أهلا بكم إلى هذه المساحة الحوارية ضمن تغطيتنا للحرب الإسرائيلية على غزة. على وقع استمرار محادثات التهدئة، المقاومة الفلسطينية تصعد عملياتها في غزة وتستهدف موقعا عسكريا في كرم أبو سالم. اليمين الإسرائيلي المتطرف ينتهز الفرصة ويدعو إلى اجتياح رفح على الفور. حماس تؤكد حرصها على إتمام الصفقة، ونتنياهو يرفض مطالبها بوقف الحرب. هجوم وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بالخطر. الاحتلال يتكبد خسائر في هجوم مركب استهدف قواته في منطقة كرم أبو سالم المتاخمة لقطاع غزة، بعدما أعلنت كتائب القسام قصفها الموقع بوابل من منظومة صواريخ هجوم قصيرة المدى. وأسفر الهجوم عن إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي الذي أعلن مباشرة إغلاق المعبر ومنع دخول شاحنات المساعدات إلى غزة، رغم أن موقع الاستهداف يبعد نحو كيلومترين عن المعبر بحسب تقارير صحفية. توازيا مع ذلك، شنت إسرائيل غارات على مدينة رفح ردا على الهجوم. أصداء الهجوم ترددت في تل أبيب، خاصة وأن عمليات المقاومة ضد وجود الاحتلال في محور نزاريم وسط القطاع لم تتوقف. وزراء اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال وعلى رأسهم إيتمار بن غفير استغلوا التطورات الميدانية وطلبوا نتنياهو بالبدء فورا بدخول رفح واجتياحها عسكريا ردا على العملية، بينما طالبت أصوات من خارج الحكومة وفي مقدمها عضو الكنيسة فيكتور ليبرمان بإغلاق كل المعابر ومنع إدخال المساعدات. استهداف منطقة كرم أبو سالم تأتي في وقت يتحضر فيه الاحتلال اجتياح رفح، بينما لا تزال مفاوضات التهدئة في القاهرة تراوح مكانها، بعدما رفض نتنياهو مطالب حركة حماس الأساسية لإنهاء الحرب مقابل صفقة التبادل، ووصف الاستجابة لمطالبها بالهزيمة وسيسمح ببقائها في السلطة بالقطاع. أما الحركة فقد أكدت انتهاء جولة القاهرة وأن وفدها سيعود إلى الدوحة للتشاور مع القيادة، بينما أشارت مصادر مصرية للعربي أن وفد حماس سيعود للقاهرة الثلاثاء المقبل لاستكمال المفاوضات. نبحث في هذا النقاش توقيت عملية معبر كرم أبو سالم وتصعيد المقاومة في محور نزاريم الاستراتيجي تزامنا مع مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، كما نتناول محاولة اليمين الإسرائيلي المتطرف استغلال العملية لاجتياح رفح فورا وأهمية ورقة معركة رفح في المفاوضات، ونسأل عن مصير المفاوضات في ظل انتهاء جولة مفاوضات القاهرة وإصرار نتنياهو على المضي قدما في الحرب. لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيوفنا من اسطنبول سيد أمجد جبريل الكاتب والباحث، ومن عكا سيد أنطوان شلحة الخبير في الشأن الإسرائيلي، ومن عمان السيد معين الطاهر الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا بكم جميعا. أستاذ معين الطاهر، أبدأ معك. بينما كانت الأنظار تتوجه إلى محور نزاريم وعمليات المقاومة هناك، تأتي هذه العملية في أقصى جنوب القطاع موقع كرم أبو سالم، ما الذي يمثله ذلك بأبعاده الاستراتيجية والعسكرية؟ نعم، كرم أبو سالم من الواضح أنه أصبح نقطة حشد للقوات الإسرائيلية التي تتجمع تمهيدا الاجتياح منطقة رفح أو للقيام بعمليات عسكرية واسعة في منطقة رفح.
وقد قام الجيش الإسرائيلي عند زيارة بلينكن قبل يومين إلى هذا المعبر للتأكد من أنه مفتوح وأن الشاحنات تتدفق عبر هذا المعبر، قامت به بالتعراض، بمعنى آخر أنهم جعلوا بلينكن يشاهد عشرات أو مئات الدبابات الإسرائيلية التي تحتشد بالقرب من المعبر أو التي تتقدم باتجاهه. في العلم العسكري هذا يعني أنها نقطة التجمع ما قبل عملية تنفيذ العملية. ربما كان الإسرائيليون يحاولون أن يمارسوا ضغطا على بلينكين من أنهم يقومون بحجز فعلي للقوات تمهيدا للهجوم على رفح، وربما كان هذا الحجز حجز حقيقي كما هو واضح. أيضا الإسرائيليون أعلنوا بالأمس بأنهم قد حشدوا فرقتين للهجوم على منطقة رفح. إذا كان الهدف من هذه العملية من جهة توجيه يعني قرار عسكري بضرب هذه الحشود، وبأن يعني لا يمكن أن تحدث مناورات حتى لو كانت مفاوضات قائمة. إذا كان هنالك حشد فهذا الحشد يجب أن يتم ضربه. ورسالة سياسية أيضا بأن هذه المسألة عندما نقوم بضرب الحشد لا علاقة لها بالمفاوضات. الإجراء العسكري يقابل بإجراء عسكري، والإجراء السياسي يقابل بإجراء سياسي. هذا هو الهدف الأساسي من هذه العملية، وأنا أعتقد أنها قد حققت أهدافها كاملة، سواء كان ذلك عبر الرسالة العسكرية أو الرسالة السياسية التي وجهتها. نعم، سيد أحمد جبريل، رسائل المقاومة هذه المرة من عملية موقع كرم أبو سالم بهذا الكم من الصواريخ، صواريخ الهجوم التي أطلقت كما تقول إسرائيل من رفح تحديدا. مؤكد أن المقاومة تريد أن توصل رسالة بأنها لا زالت قادرة على إطلاق الصواريخ، ولا زالت قادرة على إزعاج إسرائيل، ولا زالت قادرة على الضغط عبر الورقة العسكرية، بالإضافة طبعا إلى ورقة الأسرى التي تملكها، حيث تبث الشرائط المختلفة حول الجندي الذي بترت يده والذي يحمل جنسية أمريكية، والجنديان الآخران اللذان تحدثا عن أمنيتهما بقضاء عيد الفصح مع الأهل، لكن نتنياهو حال دون ذلك. فأعتقد أن المقاومة لا تزال تملك أوراقا مهمة وتحاول أن تفعل هذه الأوراق، يعني ربما لفرض يعني أجواء ما قبل عملية رفح. يعني هي تحاول أن تؤثر على القرار الإسرائيلي وتحاول أن توصل رسالة لإسرائيل بأنها مستعدة لعملية الاجتياح. إلى ما ذكره الأستاذ معين الطاهر قبل قليل، هناك أيضا أنه خطف الجندي جلعاد شليط في عام 2006 تم في هذه النقطة في معبر كرب أبو سالم عبر عملية في نفس المكان، وما يعني أنه المقاومة إلى حد كبير لديها جهوزية أن تنفذ عمليات في أماكن كثيرة من قطاع غزة، خصوصا التي تركز عليها إسرائيل، بالإضافة طبعا إلى الاستنزاف التام في محور نتسارين الذي تجري عليه أيضا عمليات بشكل مستمر وقصف بشكل مستمر، وتشترك فيه أيضا الجهاد الإسلامي. بمعنى آخر أنه المقاومة تريد أن تقول إنها مستعدة إذا حدث اجتياح رفح، وأنها أيضا معنية بالاستمرار في صفقة المفاوضات، لكن بشرط أن تكون هذه المفاوضات تحقق ما تريده المقاومة. فلذلك يعني مصير المفاوضات أعتقد أنها ستستمر، ولكننا نشهد تأثيرا متبادلا طبعا من الفصائل الفلسطينية ومن قوات الاحتلال لمحاولة التأثير على بيئة المفاوضات. وإن كان بالمناسبة وضع المقاومة أفضل نسبيا في هذه الجولة التفاوضية، وأعتقد أنها ليست بعيدة عن تحقيق بعض أهدافها على الأقل. سنعود إلى ما يجري في المفاوضات بعد مغادرة وفد حركة حماس القاهرة إلى الدوحة وللتشاور طبعا، والعودة إلى القاهرة الثلاثاء المقبل. سيد أنطوان شلحت، هل وصلت هذه الرسالة لإسرائيل بأن المقاومة مستعدة لمعركة رفح، وأن هذه المعركة لن تكون نزهة بل ستكون معقدة وقاسية بالنسبة للجيش الإسرائيلي؟ يعني طبعا بحسب ما نشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هذه العملية، هناك عدد من الرسائل التي رغبت المقاومة بتوجيهها، وأعتقد أنها استوعبت في إسرائيل. الرسالة الأولى تتعلق بأن المقاومة تمتلك أوراقا قوية من أجل الضغط حتى فيما يتعلق بالمفاوضات السياسية التي تجري من أجل إطلاق ربما المخطوفين الإسرائيليين.
والتي تصر إسرائيل على عدم تلبية شروط المقاومة، وفي مقدمها وقف إطلاق نار بشكل دائم يؤدي إلى إنهاء الحرب. يعني هنا وصلت رسالة بأن لدى المقاومة ما تضغط به من أجل أن تطبق شروطها في الميدان، وهذا ما أقر حتى في بعض التقارير الإسرائيلية، كما انعكس الأمر مثلا في التقرير الذي نشر في الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت. النقطة الثانية هو أن المقاومة تملك معلومات استخباراتية، كيف طبعا لم يتم كشف النقاب عن ذلك. هناك من يقول إن مثل هذه المعلومات وصلت عن طريق ربما طرف ثاني في المنطقة الشمالية، فيما يتعلق بالتحشيد العسكري الذي تحدث عنه الزميل معين الطاهر، لأن هناك فعلا عملية تحشيد تتحدث عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية بإسهاب في المنطقة القريبة من رفح والقريبة من منطقة كرم أبو سالم، وصواريخ المقاومة استهدفت هذه المواقع العسكرية. طبعا لا يوجد هناك تعتيم أين سقطت صواريخ المقاومة، أغلب التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن هذه الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة ولكنها قريبة من مناطق التحشيد. طبعا لن نعرف بالضبط أين سقطت إلا إذا كان هناك تسريب لهذه المعلومة. والنقطة الثالثة والأخيرة مرتبطة أيضا بعملية رفح، بأن المقاومة جاهزة لعملية رفح، وهذا دل عليه أولا التصريحات التي صدرت ربما عن بعض السياسيين سواء من اليمين المتطرف أو من اليمين غير المتطرف، يوجد أمر كهذا في إسرائيل، والتي تقول إن فعلا رفح ما تزال بمثابة شوكة في حلق إسرائيل، بالإضافة إلى أن كل سير المعارك هو بمثابة شوكة، ولا بد من اجتياح رفح بغض النظر عن المفاوضات السياسية الدائرة. نعم، سيد معين الطاهر، كيف تنظر إسرائيل إلى هذه أو إلى خطورة هذه المعلومة الاستخباراتية التي تحدث عنها سيد أنطوان شل، حتى بالنسبة لسير العملية المحتملة كذلك؟ هل ممكن أن يغير ذلك من الخطة الإسرائيلية العسكرية التي وضعت لاجتياح رفح؟ وكيف يمكن أيضا لليمين المتطرف أن يستغل ما حصل في موقع كرم أبو سالم للتحشيد والذهاب نحو عملية فورا في مدينة رفح؟ أنا أظن أن منطقة كرم أبو سالم منطقة تعبر منها الشاحنات المتوجهة إلى قطاع غزة، هنالك سائقين لهذه الشاحنات، يعني هنالك حركة عبور في هذه المنطقة، هنالك مناظر بثتها أجهزة الإعلام الإسرائيلية عند زيارة بلينكين إلى المنطقة، وتظهر الدبابات التي تتقدم باتجاه هذه المنطقة، إضافة إلى مسألة أخرى هي أن هذه المنطقة بشكل عام يعني منطقة مكشوفة، يمكن متابعتها، يمكن مراقبتها، يمكن الوصول إلى تقديرات مختلفة من مصادر معلومات مختلفة، لذلك يعني أنا أظن أن الإعجاز في هذه العملية هو في جرأة تنفيذها، في سرعة تنفيذها. المصادر الإسرائيلية تتحدث عن 8 ثواني فقط ما بين إطلاق الصواريخ وما بين سقوطها، أي فترة زمنية غير كافية لأي ردة فعل إسرائيلية. بل المدهش في الموضوع هو أن المقاومة تمكنت من حصر عدد الجرحى أو القتلى الإسرائيليين، تحدثت عن 4 قتلى، والإسرائيليين قالوا أنهم 4 بجراح خطيرة، يعني لا يوجد هنالك ربما فوارق كثيرة ما بين الإعلانين، تحدثت عن عدد من الجرحى قريب تماما من الرقم الذي وصلت إليه القوات الإسرائيلية. هذا يعني أنهم قادرون على مراقبة المنطقة، على مشاهدتها يعني، وقادرون على البقاء في المنطقة حتى بعد تنفيذ هذه العملية. هذا من الناحية العسكرية يعني التكتيكية أو التقنية لهذا الموضوع.
من ناحية الاستغلال هذه العملية، بالطبع يعني المقاومة استغلتها بتوجيه الرسائل التي تحدث الزملاء عنها، وهي رسائل في مكانها تماما. اليمين الإسرائيلي تحدث عنها للضغط على نتنياهو باتجاه إفشال المفاوضات والتقدم باتجاه رفح. حتى ليبرمان طالب بإغلاق المعابر ووقف المساعدات الإنسانية. لا زالت بشكل عام يعني المجتمع الإسرائيلي لا زال حتى هذه اللحظة مجتمع متحد حول مسألة الحرب، حول مسألة استمرار هذه الحرب. الخلاف الوحيد هو هل يتوقف بضعة أسابيع في محاولة لإطلاق سراح عدد من الأسرى، أم وبعد ذلك يستأنفون الحرب مرة أخرى. وهذا ما تتوقف عنده المقاومة التي تريد ضمانات أن هذه الهدنة هي بداية لإنهاء الحرب ولوقف إطلاق نار دائم ولانسحاب كامل من القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. هنالك تطور هام قبل قليل، أن جالانت وجه رسالة إلى نتنياهو طالبه علنية، طالبه فيها بالقبول بصفقة التبادل، على عكس ما قاله نتنياهو يعني ظهر هذا اليوم من نعم، ووصف أن الصفقة حماس بالجيدة ويجب الموافقة نعم عليها. نعم تمام ووصفها بالجيدة وأنه يجب الموافقة عليها. يبدو أن هنالك بالتأكيد، أنا أظن أن جانتس وإيزنكوت ربما صديقنا أنطوان لديه معلومات أكثر حول هذا الموضوع، لكن أنا أظن أن مؤسسة الجيش بشكل عام وغانتس وإيزنكوت وربما هليفي يضغطون بهذا الاتجاه. بالمقابل هنالك سموتريش وبن غفير يضغطون باتجاه آخر. هذا يضع نتنياهو في موقف حرج. ربما كان تأخير شحنة الأسلحة الأمريكية الأخيرة سبب في موقف الجيش الإسرائيلي أيضا. أنا أظن أن مفتاح المسألة بأسرها هي عند الولايات المتحدة الأمريكية وعند نتنياهو وليس عند أحد آخر. نعم إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية من نتنياهو أن يتوقف سيتوقف، وإذا لكن طبعا نتنياهو في هذه الحالة قد يغامر بمصير حكومته. ربما نفهم أكثر الموقف الإسرائيلي في هذه اللحظات مع السيد أنطوان شلحت، ولكن أريد أن أعود للسيد أمجد جبريل. وما الذي حققته حركة حماس في جولة المفاوضات هذه سيد أمجد؟ والحديث عن مرونة، عن إيجابية، لكن حتى الآن لم نحصل على تقدم ملموس كما يوصف في هذه المفاوضات. ما الذي تحقق حتى الآن لصالح المقاومة؟ هو تعرفين أنه في تاريخ كل المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي لم يحدث تقدم سريع في أي مرة، يعني حتى في مفاوضات السلام المصرية الإسرائيلية عادة نحن نتحدث عن عملية، يعني بروسس، يعني حتى بيسموها بيس بروسس، يعني هم يتحدثون عن عملية طويلة لتفكيك أسس الصراع ثم الانتقال إلى مستوى من مستوى التسوية. من زاوية ما يمكن أن تحققه حماس، بالمناسبة استمرار المفاوضات في حد ذاته هو مكسب لحركة حماس، لأنها في الحقيقة ترسخ نفسها بوصفها طرفا سياسيا يجب الحديث معه. وتعرفين أنه زيارة يعني مدير المخابرات CIA إلى 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 مصر، كان هناك أحاديث أنه ربما يكون قد التقى أو ربما يلتقي ببعض يعني أعضاء من حركة حماس. أنا في اعتقادي أنه الموقف الأمريكي بشكل عام يتقارب أو يتفهم أكثر الآن يعني بعض شروط حماس، ويرى أنها شروط معقولة، يعني حتى أنه الضغوط طيب. طرح الأمريكية في سيد المرحلة معين الأخيرة الطاهر المترافقة مع المظاهرات الموجودة. نقطة الضمانات سيد أمجد، هل حصلت حركة حماس على ضمانات مكتوبة هذه المرة لتنفيذ هذا الاتفاق؟ لا، هي لم تحصل على ضمانات بعد، لكنها في محاولة لكي تضغط لكي تحصل على هذه الضمانات. وأعتقد أن الشرط الذي يعني ربما تريده حماس هو وجود ضامنين آخرين، يعني باختصار روسيا وتركيا وطبعا مصر بطبيعة الحال، إضافة إلى الطرفين الأمريكي والإسرائيلي، لأنه بمنتهى الصراحة لا يمكن الثقة بالطرف الإسرائيلي. يعني طوال تاريخ المفاوضات إسرائيل عادة تنقض هذه الاتفاقات، وعادة وهي التي نقضت الهدنة الأولى اللي انتهت في أول ديسمبر الماضي. إسرائيل هي التي كرت على هذه الهدنة بالبطلان، وهي التي انتهكتها في أول يوم بعد هذه الهدنة. بمعنى آخر أنه طوال الوقت السلوك الإسرائيلي ليس
سلوكا ملتزما. أضف إلى ذلك أن حالة الارتباك الإسرائيلية الموجودة منذ 7 أكتوبر إلى اليوم يعني تبرر فعليا أن إسرائيل يتحكم فيها غرائز الانتقام وغرائز القبلية واللا عقلانية، وهذا كله يعني أنها يمكن أن تنقض التفاهمات تتصل إليها ما لم يكن هناك ضمانات دولية وخصوصا من طرفين روسيا وتركيا. الأمر الآخر الذي أعتقد أنه مهم جدا أنه الموقف الإسرائيلي فعليا يحدث رغم فعلا حالة التجمع على موضوع الحرب، لكن يحدث فيه بالتدريج تآكل في الموقف. هذا لعدة أسباب. واحد، أولا لأنه لا يوجد استراتيجية إسرائيلية حقيقية تجاه غزة منذ الانفصال أحادي الجانب أيام أريل شارون في سبتمبر عام 2005، يعني ما سمي ديس انجيجمنت استراتيجي. لا يوجد شيء اسمه فك الارتباط، لأنه واضح جدا أنه لا يمكن إسرائيل أن تفصل نفسها عن قطاع غزة لأنها ستتأثر حكما بما يجري فيه. بس الأكثر من هذا أنه الارتباك الذي الموجود في حكومة نتنياهو يبقى يترجم نفسه في سلوك هذه الحكومة، سواء في عجزها العسكري أو سواء حتى في عدم قدرتها على اتخاذ قرار سياسي حاسم، سواء بالخروج من هذه الحرب أو حتى بالاستمرار في صفقة تبادل. نعم سيد أنطوان، ما معنى أن يصف جالانت هذه الصفقة بالجيدة ويدعو نتنياهو للقبول بها في الوقت نفسه تصريحات نتنياهو اليوم لا تشير إلى رغبته في التقدم نحو إتمام هذه الصفقة؟ أين تقف مختلف المواقف الإسرائيلية مما يجري من أجهزة أمنية على حتى على المستويات السياسية والعسكرية؟ ومن الأسرار المفضوحة في الأيام القليلة الفائتة أن هناك خلافات في الرأي بين المؤسسة الأمنية وبين بنيامين نتنياهو. عندما أقول المؤسسة الأمنية أنا أقصد على وجه التحديد وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال هيرتسي هاليفي، والمحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت رونين بن يشاي كشف النقاب قبل يومين عن أن هذه المؤسسة الأمنية تتهم نتنياهو بأنه ينأى بنفسه عن اتخاذ أي قرار سياسي فيما يتعلق أولا بصفقة التبادل، ثانيا فيما يتعلق بما يسمى خطة اليوم التالي للحرب. وهو يشير إلى أن هناك على الأقل 5 قضايا هناك خلافات بالرأي حولها بين المؤسسة الأمنية وبين نتنياهو. أهم هذه القضايا هي فعلا الوصول إلى صفقة تبادل أسرى تنطوي على هدى مؤقتة، وهناك تقريبا شبه إجماع في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الخروج حتى إلى هدى مؤقتة طويلة الأمد من شأنها أن تسفر عن الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار ومن ثم إلى إنهاء الحرب. نتنياهو لا يريد أن يذهب في هذا الاتجاه، وتتصاعد الاتهامات سواء من المؤسسة الأمنية أو حتى من المعارضة التي تتهمه بأنه ينأى بنفسه عن اتخاذ مثل هذا القرار، لأن بمجرد أن يتخذ مثل هذا القرار وأن يذهب نحو عقد الصفقة فإن ائتلافه الحكومي الأصلي سيسقط، لأنه كما تعلمين هناك تهديدات، وهذا ما أشار إليه أيضا الزميل معين من اليمين الإسرائيلي المتطرف، وآخرها كان قبل ساعات قليلة بأنه إذا ذهب نتنياهو إلى توقيع اتفاقية صفقة تبادل تؤدي إلى إنهاء الحرب أو تضع علامة سؤال على كل عملية اجتياح رفح، فإن لهذه الحكومة لن يكون لها الحق في الوجود. وبالتالي يعني ما أستطيع قوله ربما بإيجاز إن نتنياهو يجد نفسه الآن بين المطرقة والسندان، بين مطرقة المؤسسة الأمنية التي تضغط عليه في القضايا التي ذكرت، وبين سندان اليمين المتطرف الذي يهدده بأنه في حال استجابته لضغوط المؤسسة الأمنية هذا سيؤدي إلى سقوط حكومته والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وطبعا بداية نهاية ولايته السياسية كأطول رئيس لحكومات إسرائيل. ولكن سيد أنطوان، ألا يبدو الموقف الأمريكي الآن متغيرا خاصة بعد هذه التسريبات عبر موقع إكسوس التي أشارت إلى أن شحنة أسلحة
تم توقيفها خلال الأسبوع الماضي، وبالتالي ألا يشكل ذلك قلقا بالنسبة لحكومة نتنياهو؟ لا شك أنه يشكل قلق، ويعني أنا متفق مع قاله أيضا الزميل معين أن المفتاح الآن موجود في يد واشنطن، واشنطن هي التي تقرر كل شيء. إذا تمت صفقة التبادل هذا يعني أن الموقف الأمريكي لم يتغير فقط بالظاهر، إنما قام الجانب الأمريكي بممارسة الدور المعول عليه في أن يفرض على إسرائيل مثل هذه الصفقة. لذلك الأنظار موجهة إلى واشنطن، وأنا أعتقد أن ما نشر هنا الآن في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن توجه مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز إلى الدوحة لكي يواصل المفاوضات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى تؤكد أن الدور الأمريكي ربما فيه قدر من التغيير، وتؤكد مركزية الدور الأمريكي في التوصل إلى صفقة وفي وضع حد لهذه الحرب. نعم سيد معين، بالنسبة لما ذكرته يدعوت أحرونوت عن نتنياهو، تعلمنا من المحرقة أنه إذا كان علينا أن نقف وحدنا فسوف نفعل ذلك. بالتالي إذا ما ربطنا بهذا الموقف لنتنياهو بما تقوم به الولايات المتحدة من ضغوط، هل يمكن أن يغامر نتنياهو بالذهاب إلى رفح من دون ضوء أخضر أمريكي، وحتى أن يرفض هذه الصفقة بالمجمل رغم الضغوط الأمريكية لتحقيق ذلك؟ في مشكلة كبيرة. إذا ذهب إلى الصفقة فسيخسر دعم اليمين المتطرف، وعمليا يكون قد أخذ قرار بإنهاء حياته السياسية بشكل أو بآخر. وإذا لم إلا إلا إذا ذهب إلى الصفقة وأقنع اليمين بأنه بعد انتهاء المرحلة الأولى سيستأنف القتال وقام بمناورة من هذا النوع، ولكنه عمليا يكون قد بدأ يفقد أوراقه الورقة بعد الأخرى، وبدأ يفقد حتى مصداقيته، سواء كان ذلك مع اليمين أو مع حلفائه في الحكومة الحالية غانتس وإيزنكوت. من جهة أخرى، إذا ذهب إلى اجتياح رفح في الحقيقة، يعني يصبح هنا السؤال ما هو موقف غانتس وإيزنكوت. غانتس هذا على شعبية كبيرة نتيجة دخوله في حكومة، هو يعني على عكس ليبت الذي بقي في المعارضة وتزعم المعارضة. غانتس دخل هو وإيزنكوت في حكومة الحرب وقال أنه موجود في حكومة الحرب حتى نهاية هذه الحرب. هل سيبقى غانتس خلال عملية رفح أم سيخرج؟ إذا خرج غانتس تبقى الحكومة لديها أغلبية وتكون قادرة على الاستمرار، ربما كان هذا ما يريده نتنياهو. لكن نتنياهو أيضا هنا يعمق شقة الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واسع. هو حتى هذه اللحظة لم يقم بتلبية الشروط الأمريكية. الولايات المتحدة لا تعارض بالقيام بعمليات عسكرية في رفح، ولكنها تعارض يعني أو تعترض على شكل هذه العمليات، وتختلف مع نتنياهو على حجم الشهداء المدنيين الذين سيسقطون في هذه العملية. هو لم يقم حتى الآن بأي يعني جهد باتجاه إخلاء المدنيين من رفح إلى أماكن أخرى. قد يستخدم تكتيكات أخرى مثلا الهجوم على قطاع محدد وتهجير أهله، ثم قطاع آخر، ثم قطاع آخر، لا نعلم بالضبط. لكن أنا أظن أن هذا الموضوع يعني قد يحسم على الأرجح من الآن حتى نهاية هذا الأسبوع، إما باتجاه الحرب أو باتجاه تحقيق صفقة وهدنة على الأقل المرحلة الأولى تستمر، وإن كنا قد بدأنا في يعني هذه الميكانيزم فقد تستمر إلى فترات أطول بكثير، وقد تؤدي كما قال أنطوان إلى يعني وقف دائم لإطلاق النار. نعم سيد أمجد، بالنسبة للموقف الأمريكي، الضغوط الأمريكية التي تقوم بها على إسرائيل في الفترة الماضية وحاليا، هناك من يقول بأن الولايات المتحدة معنية بإتمام هذه الصفقة وبالتالي ستضغط على الطرفين، حركة حماس وإسرائيل. هل تتعرض حركة حماس في هذا التوقيت لضغوط لإتمام الصفقة؟
بكل تأكيد الموقف الأمريكي منذ بداية الحرب إلى الآن هو ضاغط بطبيعة الحال على حركة حماس وعلى الموقف الفلسطيني إجمالا. ولا شك أن التصويت بالمناسبة ضد الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن يحمل رسالة أمريكية واضحة بأنها تقف بوضوح ضد الحقوق الفلسطينية. من ناحية أخرى، يعني الولايات المتحدة الأمريكية فعلا هي طرف مضغوط في هذه المفاوضات، يعني هي بحاجة جدا إلى هذه الصفقة لأسباب انتخابية بالنسبة للرئيس بايدن، لتهدئة الملف المظاهرات الموجودة في الجامعات الأمريكية، حفاظا على الترتيبات الأمريكية الإقليمية، وهذا شيء مهم جدا. نحن نرى الصراع في البحر الأحمر يتصاعد، هذا شيء مهم. أكثر من هذا، الجبهة في الشمال في حزب الله أيضا تتصاعد. احتمالات انفلات الوضع إذا حدث اجتياح لرفح أيضا هي احتمالات تتزايد. وأنا في تقديري أنه يعني مجرد عملية طوفان الأقصى كانت هي بداية لانهيار الترتيبات الإقليمية الأمريكية. لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستطيع أن تعيد ضبط الأوضاع، حتى لو افترضنا أنه صفقة لا تزال ممكنة، لكن إعادة ضبط الأوضاع أو إعادتها إلى ما كانت قبل 7 أكتوبر في اعتقادي أنها شبه مستحيلة. والموقف الأمريكي بالمناسبة يزداد ضعفا ويزداد تآكلا، وهو غير راغب جديا في الضغط على نتنياهو، لأنه لو رغب فعلا سأنه في التأكيد أنه سيقوم بهذا بسرعة وسيجبر نتنياهو ربما حتى على التنحي. يعني وهناك سيناريو آخر، إعداد صفقة لإخراج نتنياهو من السلطة وربما الدفع باتجاه انتخابات مبكرة والإتيان بحكومة إسرائيلية أخرى. لو أرادت الولايات الأمريكية تنفيذ هذا السيناريو ستفعل فعلا. شكرا جزيلا لك أمجد جبريل، الكاتب والباحث من اسطنبول. شكرا أيضا للخبير في الشأن الإسرائيلي سيد أنطون شلحت من عكا، والباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات سيد معين الطاهر من عمان. عودة الآن إلى زميلة أمال لاستكمال هذه التغطية المتواصلة للحرب الإسرائيلية على غزة.